هذا المطعم في فانكوفر يتميز بلائحة طعام خاصة جدا، فالطهاة هنا لا يستعملون سوى المواد التي تأتي من الزراعات المحلية. قبل سنتين كنت لأقول لك أن الأمر بالغ الصعوبة، الآن صار الأمر سهلا جدا. أنا أنظر فقط إلى ما هو متوفر وأحوله إلى طعام بدلا من القيام بذلك بطريقة معكوسة. الأشخاص الذين لا يأكلون سوى من إنتاج الأراضي المحيطة بهم يطلق عليهم اسم اللوكافورز أو آكلو المحلي. على بعد 20 دقيقة من فانكوفر تزود المزرعة التابعة لجامعة بريتش كولومبيا المطاعم بالمواد الزراعية، فاللوكافورز يرفضون استعمال البيوت الزراعية كونها تتطلب كميات كبيرة من الطاقة. الناس لا يتوقعون أن يأكلوا الفراولة في كانون الثاني ديسمبر بل في موسمها، وربما يصنعون منها المربيات أو يعلبونها. الناس باتوا منقطعين عن مصدر طعامهم والآثار البيئية والصحية الناتجة عن ذلك. جامعات كندية عديدة بدأت بإنشاء مزارع تابعة لها مع تنامي الاهتمام باستهلاك الزراعات المحلية في أمريكا الشمالية. مطعم جون بيشوب تحول إلى مقصد لللوكافورز الذين يأخذون مصدر طعامهم على محمل الجد منذ زمن بعيد. أظن أن أمريكا الشمالية بالإجمال تلحق بما فعلته بلدان كثيرة منذ زمن طويل، حيث كانوا دائما يأكلون ما يزرعون بأيديهم، ونحن إلى حد ما متخلفون في هذا المجال ونعمل من أجل نموذج غذائي مستدام. النقاد يستبعدون قدرة كندا والولايات المتحدة على الاكتفاء الذاتي، فحتى المطاعم التي تقدم وجبات محلية تستورد القهوة والزيوت، إلا أن اللوكافورز مصممون على تغيير النظام الغذائي في أمريكا الشمالية.